من المعروف أن عملية التنقيب فيها مصدر لأزار المصاري عن طريق كسب البيتكوين ومقايضتها بعملة متداولة، بس شي مرة فكرت شو الفكرة من وراء كل هالموضوع؟ خلوكم معي لتعرفوا شو عم بصير. من المؤكد أن التنقيب بالبيانات يلي هو الداتا ماينينج هو من الموضوعات بالغة الأهمية، وإلا شو يلي خلى أحد الموضوعات الأكثر أهمية لرئيس الولايات المتحدة أوباما. فيلي بتابع نشاط رئيس الدولة الأكثر تحكماً بالعالم حيعرف أنه بتاريخ 17 ديسمبر 2013 كان في لقاء مع قيادات التقنية المعلومات، ويلي كان منهم تيم كوك من شركة أبل، إريك سميد من جوجل، وكمان في مدراء تنفيذيين لكل من شركة تويتر، مايكروسوفت، فيسبوك، سيلسفورس، نتفليكس، أتسي، دروب بوكس، ياهو، زينجا، شيربا جلوبال، كومكاست، لينكدإن، كلهم لمناقشة موضوع التنقيب بالبيانات. كما أنه في خطاب له بتاريخ 17 يناير 2014 عود من جديد طرح الموضوع من خلال الدعوة إلى إجراء إصلاحات بنظام التنقيب عن البيانات. هذا بأكد الاهتمام يلي تم إليه لموضوع التنقيب بالبيانات على المستوى الدولي والعالمي. شو يعني التنقيب عن البيانات؟ أدى الانتشار الواسع لتقنية المعلومات وسهولة إتاحتها إلى تضخم حجم المعلومات بصورة استباقية ما مرقت بالتاريخ بسبب وجودها بهيد الصورة العشوائية. ولما نتحدث عن البيانات الضخمة، نحن عم نحكي عن كميات ولا يمكن تخيلها من البيانات المتعددة الأنواع والمصادر بحجم بيوصل لمئات التيرابايت أو حتى البيتابايت، والبيتابايت هو رقم واحد مطبوع ب 15 صفر. كما انه شركه اي بي ام بتقول انه في 2.5 كوينتليون بايت من البيانات كل يوم، والكوينتليون بايت هو رقم واحد مطبوع ب 18 صفر. كلهم معلومات عشوائيه. هلا هون نحن بنسال شو اهميه هيدي البيانات، بما انه بالحقيقه المعلومات المنظمه بهيدي البيانات ما بتشكل الا جزء ضئيل ما بيتعدى 10% مقارنه بالمعلومات الغير منظمه. هالشيء اللي ادى لازدياد الحاجه الى تطوير ادوات تمتاز بالقوه لتحليل البيانات واستخراج المعلومات والمعارف منها، فالاساليب التقليديه والاحصائيه ما بتقدر تتعامل مع هذا الكم الهائل. هون ظهر ما يسمى باستخراج البيانات داتا مايننج، كتقنيه بتهدف الى استنتاج المعرفه من كميات هائله من البيانات، تعتمد على الخوارزميات الرياضيه واللي بتعتبر أساس التنقيب عن البيانات، وهي مستمدة من عديد من العلوم مثل علم الإحصاء والرياضيات والمنطق وعلم التعلم والذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة وعلم التعرف على الأنماط وعلم الآلة وغيرها من العلوم يلي بتعتبر من العلوم الذكية وغير التقليدية. ظهر التنقيب بأواخر الثمانينات وأثبت وجوده كأحد الحلول الناجحة لتحليل كميات ضخمة من البيانات بمجرد تحويلها من معلومات متراكمة مش مفهومة لمعلومات قيمة يمكن استغلالها والاستفادة منها. ليه بتحتاج البيتكوين إلى طاقة ما بتستهلكه الدول بأكملها؟ تشغيل العملة المشفرة البيتكوين بحاجة لطاقة كهربائية أكثر مما بتطلبه نيوزيلندا وبلجيكا سوا. طيب كيف لشيء افتراضي إنه تضل محطات الطاقة حول العالم شغالة 24 ساعة على مدار الأسبوع؟ بالنسبة لشيء غير موجود ماديا، فالبيتكوين بتحتاج لكتير من الطاقة الكهربائية لضمان استمراريتها، ونظرا لأن قيمة البيتكوين ارتفعت مؤخرا إلى أكثر من 60,000 دولار، ازدادت الحاجة أكثر إلى الطاقة الكهربائية. طيب شو مقدار الطاقة اللي بتحتاجها عملة البيتكوين؟ ببداية سنة 2017 كانت البيتكوين تستخدم 6.6 تيراوات بالساعة من الطاقة السنوية، وسنة 2020 وصل ل 67 تيراوات بالساعة، وهلأ ضاعفت وصارت حتى أكثر من 121 تيراوات بالساعة، عدد كتير كبير. والعديد من البلدان عندها شبكات كهرباء مش مستقرة وبعضها ما بيقدروا يتعاملوا مع الاحتياجات المتزايدة. حتى الحكومة الإيرانية قلقت اللوم على تنقيب البيتكوين بسبب انقطاع التيار الكهربائي. عدا عن هيك صار في انبعاثات بالغاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن هيدا الاستهلاك الكتير كبير. البيتكوين هي اساسا عمله افتراضيه يلي بتستخدم نظام ما يسمى بالبلوك تشين يلي بسجل جميع المعاملات ويلي كل شخص بالشبكه حاصل على نسخه منها لتكون كل الاجهزه مرتبطه ببعض البعض، وبامكان اي شخص يصير جزء من هيدي الشبكه بس بيحتاج لجهاز كمبيوتر بمواصفات وقوه عاليه، وكلما زادت قوه الجهاز الكمبيوتر بيكون افضل. هون بيطلق على الاشخاص يلي بيديروا اجهزتهم بالمنقبون، ما بيتقاضوا رواتب عادية بس عندهم فرصة للمكافأة بعملة البيتكوين، وكلما زادت قوة الحوسبة عندهم زادت فرصهم بالحصول أكثر على العملة المشفرة، وكلما ارتفع سعر البيتكوين زادت الاستثمار فيها. بعتقد فهمنا بشكل مبدئي وبشكل عام عن التنقيب، بس خلينا نعرف بعض من استغلال هالتقنية. تستخدم الشركات تنقيب البيانات لزيادة الإيرادات وتحسين الإنفاق واستهداف عملاء جدد وتقديم أفضل خدمة للعملاء والاستماع لكل شيء بيقولوه من الذكاء التنافسي، وهيدي فقط بعض الاستخدامات. على الرغم من أصل التنقيب في البيانات بعود للتسعينات، وإلا أن عملية التنقيب في البيانات لاكتشاف الأنماط المخفية وتوقع النتائج إلى تاريخ طويل. بعض الأحيان يشار إليها اسم اكتشاف المعرفة، فمصطلح التنقيب عن البيانات ما يتم صياغته حتى التسعينات، ولكن تأسيسه تداخل في عدة تخصصات علمية، ويلي هي الإحصاءات يلي هي الدراسة العددية لعلاقات البيانات، الذكاء الاصطناعي يلي هو الذكاء الشبيه بالإنسان يلي بتعرضه الآلات، والتعلم الآلي يلي هي الخوارزميات يلي بتتعلم من البيانات لتقوم بالتنبؤات، والنطاق المعرفي للأعمال التجارية. نتيجة للنمو
مو بهذا المجال، سنة 1999 بلشت عدة شركات كبيرة العمل مع بعضهم البعض من أجل تأسيس المعايير والأشكال الرسمية لمنهج التنقيب بالبيانات، ووصلوا لشيء اسمه كريسب دي أم يلي بترمز إلى عملية القياسية عبر الصناعة للتنقيب بالبيانات. في كتير أسرار وراء هالموضوع، بس خليني بعد خبركن عن بعض الاستخدامات. بتسعى أكبر الشركات لاستخدام هيدي التقنية وبتحط ميزانيات كتير كبيرة لإنجازها. وشو هي البيانات يلي بتفتش عنها بعالم الإنترنت؟ بس قبل بدي خبركن كيف شكل العملية بتصير الكشف على البيانات. بالمرحلة الأولى هي من قاعدة البيانات ويلي هي من السيرفرات، موجود كل شيء معلومات هون، وقاعدة البيانات عبارة عن غرف ضخمة ومجزأة حتى كل قاعدة بمنطقة غير. وبالمرحلة الثانية اللي هي بتجمع البيانات. أما ثالث مرحلة هي تحديد البيانات، وهون العملية الأكثر تعقيد. بهالمرحلة بتم استخدام الخوارزميات، عدة خوارزميات ليتم البحث عن المعلومات المطلوبة، والخوارزميات ما بتقرأ كل البيانات إلا لما نحن نحدد نوع البيانات، مثلا أي فئة من الشباب الأكثر عنفا. هون بتقوم عمليات الخوارزميات بفصل الأشياء عن الكائنات، والحيوانات عن البشر، والإناث عن الذكور، والكبار والأطفال عن الشباب. ببلش يتم البحث عن هالفئة بالخوارزمية المعقدة بعملية بحث دقيق ليطلع هيك معلومة. وليش الشركات مهتمة بالتقنية وشو الفايدة؟ تستخدم تقنية التنقيب عن البيانات لتخدم قطاع التربوي عن طريق توقع الأداء الدراسي للطلاب بناء على البيانات أداء الطلاب السابقين، تعمل على تحليل المناهج الدراسية ونتائج الامتحانات، ومنها بيقدروا يكتشفوا ميول الطلاب العلميين. بيخدم القطاع الطبي من ناحية استكشاف ومعرفة الأحوال الصحية المنتشرة والبحث عن الأمراض وسلوك المرضى في المجتمع، حتى بتساهم من خلال سجلات المرضى معرفة تأثير الأدوية والعقاقير على المرضى، وبتساعد على تحديد الأمراض المنتشرة والسيطرة على المرض تحديث الدواء. وحتى كمان بيخدم القطاع السياسي. كيف؟ هيدي التقنية لها تأثير كتير كبير على القرارات السياسية والاستراتيجيات المهمة للتنمية والتطوير. هيدي التقنية يلي ساعدت أوباما بنجاحه بالحملة الانتخابية من خلال جمع بيانات وتحليلها بمناطق كان بحاجة إلى أوباما، والحصول على نسبة أصوات عالية يلي وصلت إلى التواصل مع هالأشخاص عن طريق الهاتف لغاية الإقناع بالتصويت له. طبعا هالأشخاص ما اختارتهم بشكل عشوائي، وإنما من خلال التنقيب عن البيانات وصل لهالأشخاص يلي بتقدر التحكم بقراراتهم. التنقيب عم تخدم كل القطاعات الخدماتية والتجارية والعلمية، وأكيد في أمور من المستحيل إنه يكشف عنها ويلي هني شغلتين. أداة تقنية التنقيب خدم القطاع العسكري. أكيد بلا شك أمور التجسس من أحد القواعد الأساسية، وهالأمر منه جديد، إنما عم يتطور، ومن خلال هالتقنية إلها تأثير كتير كبير على تطورها من خلال الاتصالات، تحركات، الذبذبات وكل ما بيتعلق من أمور الاتصالات. أما الشغلة الثانية هي شو المخطط المستقبلي، شو يلي عم يخفوه عنا. لحتى تفهم الغموض خليني ارسم لك اياها بشكل اوضح. تخيل في جهاز كمبيوتر واحد وفي مساله معقده بحاجه لحل، وهيدي المساله عم تنحل عن طريق حاسوب، وهالحاسوب بحاجه لطاقه كبيره من الحوسبه، وهالطاقه الكبيره هي شبكه من المنقبين. السؤال هو شو هي هالمساله، وليه عم يتم حجز مبالغ عاليه لتوزيعها على منقبين مقابل خدمتهم؟ ما في شيء بيجي من بلاش. على كل الاحوال في كتير مواضيع هي مصادر شكوك حول هيدي التقنيه، وراح احكي عنهم بالفيديوهات القادمه. وعلى الرغم من معظم المخاوف، وعلاقه التنقيب البيانات بالبيتكوين ما زالت العمله المشفره بتتمتع بقاعده كبيره من المعجبين، واشهرهم رجل الاعمال ايلون ماسك من شركه تسلا. معلومة إضافية صغيرة قبل ما أختم هذا الفيديو، سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى العالم العربي محمد بن موسى الخوارزمي يلي ابتكرها بالقرن التاسع ميلادي. ما بدي أذكركم الاشتراك بالقناة، وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا لايك شير كومنت، وبشوفكم بحلقة جديدة. باي.